صباح الخير لكل مشاهدينا، كل اللي عم يتمتعوا هلا عم ينبسطوا لانه عم تشتي وعم تتلوج وموسم السكي رح يرجع ينطلق عن جديد. بس شمس عندي خبريه حلوه للي بحبوا يعملوا سيرف، لكل الشباب اكثر شيء اللي بحبوا يعملوا سيرف، وبعتقد امين بحب هذه الرياضه كمان اكثر من السكي. في ديفايس فينا نقول خبريه لهم لحتى يحسنوا من ادائهم على هال فينا نقول بهالرياضه. بكل بساطه كل الرياضه صار عندها في سنسورز، في اخبار بتساعدنا، في ابلكيشنز، كلهم هدول لحتى نحسن ادائنا بحي الرياضه عم نعملها. مشان هيك هلا السنو سيرفينج عندها كمان سنسورز جديد مع هالاكس اون سنو 1 اسمها. هي الفكره منها كمان اهم شيء انه يكون عندنا نتيجه منيحه ونعرف نعمل هالرياضه بطريقه سليمه وما ناذي حالنا، اهم شيء انه ما ناذي حالنا. مشان هيك بهال عم نشوفهم بالصوره، عم نشوف هذه الفيكساسيون تبعها اول فكره. ثاني فكره هي القصه كومبينيشن بين الفيكساسيون وبين البورد. البورد عم نشوف انه هون في عندنا حوالي الاربع سنسورز، اربع سنسورز هن اخص بالتخصيص مخصصين فينا نقول لهاللود لهالوزن اللي موجود على البورد، واثنين من بقيه السنسورز هن لحتى نشوف هالحركه اللي عم نعملها نحن اذا حركه صحيحه ولا لا. سو هذا كله موصول على بواسطه بلوتوث على سمارت فون. من هون عم نقدر بابليكيشن نحن نازلين على سمارت فون نعرف اذا ادائنا صحيح ولا لا، نعرف اذا نحن اخذين الاكليبر مزبوط ولا لا، اذا الوزن بمحله او لا. فكل هدول الامور هالابليكيشن بتعطينا اياه هون. وبذات الوقت في على البورد في ال اي دي لايتس. ليش؟ لانه بينما نكون بالوقت اللي نحن عم ننطر لحتى نشوف النتيجة على التليفون، بركي نحن طالعين بالتليساج أو whatever أو بس نرتاح عم نشوفها على التليفون بهالوقت، فينا كمان نحن عم نعمل عم نزحط على التلجات عم نجرب إذا بدنا أو عم نعمل فينا نكون professionals. نحن we're surfing on the snow، فينا نشوف LED بيعطونا إشارات إذا نحن عم ننزل بطريقة صحيحة ولا لا، إذا وزننا موجود مضبوط ولا لا، أو حتى التوازن. قريبا رح تتلج هون بالستوديو على كل حال ورح نقدر نعمل نستعمل. حسيت بالسقعة؟ حسيت. أنا كرمالك معك. أنا كرمالك لما يضغير عليك الجو بين جوا وبرا. لا عندي أنا بالستوديو ما في ساعة، بس هلا هيدي زيارة مجبورة فيها بين جوا وبرا أنا بس. فمثل ما كنت عم بقول انه بالنهايه لحتى نلاقي طريقه انه نحسن من ادائنا، فبوجود هدول السنسورز صار فينا نقدر نعرف مزبوط اذا نحن عم نشتغل بطريقه صحيحه ولا لا. نايس. اللي بيعطونا كل المعلومات اللي نحن بحاجه لها. ثاني ايتم لاحظت انه انطفى الاي سي بعدين. لاحظت دغري انت بس اطلبي انت اطلبي. ثاني ايتم رح نروح بنروح شوي كل مره هيك بنقي ايتم من القصص التكنولوجي اللي هلا متعلقه بالطب اكثر شيء. هون عم نشوف شيء صوره غريبه بس هلا فسر لك عنها. عم نحكي تقريبا عم نحكي عن مرضى السكري. مرضى السكري هلا رح يكون عندهم بعد عم يتقدموا بالريسيرش ليلاقوا طريقه اهين من انه كل يوم يعملوا انسولين انجكشن يعملوا اكزاكتلي يعملوا هالقبر. الفكره لانه حسب العلاجات كل شخص عنده يمكن ابره بالنهار ثلاثه اربعه اثنين وات ايفر، كل هدول الامور شوي مزعجه. وبعدين لحتى انت تعدلي من السكر بالدم هي شغله منا سهله بالاخص لمرضى السكري، لانه بالنهايه اذا اعطيتي انسولين زياده يعني قشط نزلتي معدل السكر بالدم وبس تنزليه كثير في عندك مشكله، واذا ما عملتي انسولين المطلوب لشو انت اكلتي مقابل شو انت اكلتي كمان بيقدر السكر يطلع. فهون هلا فينا نقول بين الناس اللي عم يعملوا ريسيرش انه يجربوا يلاقوا طريقه يحطوا انسولين بالدم بضاين لعشر ايام. بهالوقت اللي بضاين لعشر ايام ما بيروح دغري، يعني لانه بضاين قديه بيطلع نسبه السكر بالدم
بيسحب من الخلايا اللي عم نشوفها هون، بيسحب من الخلايا الانسولين اللي هو بحاجه له. اكزاكتلي يعني هو هذا اصلا كان مفروض يكون بالجسم الطبيعي. بالجسم الطبيعي اذا ما في سكري هذا كان لازم يكون صحيح. الشغل عم ينشغل هالشيء على 10 ايام، عم ينشغل على 10 ايام. هيدي سنه 2013 بلشوا فيها حتى يلاقوا نتيجه منيحه. بالوقت الحاضر هلا بلشوا كمان على بتعرفي لاب راتس، هدول ما فينا نتخلى عنهم بهال فينا نقول فيران اللي عم يستعملون بالمختبرات لحتى يجربوا يلاقوا نتيجة أحسن. بلشوا بعشر ساعات يعني بالوقت الحاضر مش زبطت معهم على عشر ساعات إنه يلاقوا هالطريقة الأنسولين ما يمشي بالدم إلا بالوقت اللي بحاجة له. سو هيدي من الأمور الجديدة بعالم فينا نقول الطب لحتى لحسنوا من إذا بدك يعني المفروض إنه يصير عنا إنجكشن واحدة كل 10 أيام مثلاً. أوكي نايس. هيدي بنت نشوف لأمتى رح لأمتى نوصل له، بس شكله سون. كمان خلينا نضل شوي بمجال الطب، ونعرف إنه في كتير ناس بيعملوا جلطات بإجريهم. الجلطة هي دم مجمع وبيسكر شرايين، مشان هيك في طريقة كمان كتير جديدة شوي متطورة زيادة عن إنه عادة بيعطوا للمريض بيعطوه حبوب للسيالين لحتى يمشي الدم بسهولة أكتر. بس هون إذا صار عنده أي نزيف بمحل من المحلات عنده المشكلة إنه يوقفوا نزيف بسهولة. So ده حتى تكون شوي مقصومة هالطريقة كتير مهمة. هني بيقولوا عادة بس يصير في جلطة بالإجر بتصير الواحد حركته ما بعود يقدر يتحرك أو يحرك إجره، بينما إذا بتحرك عضلات الشوفي من تحت الكاحل إذا بتحركي هالعضلات الدم بيمشي وبيرجع بيطلع على القلب، بيمشي الدم بالإجر منه لحاله. الفكرة هون إنه عنا نوع من الكلسات دي اللبس مع إذا بتشوفي هذا القضيب الصغير اللي فوق اللي هو بيشتغل على ميكانيكلي رح يحرك على ضغط الهواء ليحرك الكاحل لحتى يضل بطريقة من الطرق عم يضغط الدم مع هالحبوب بس بطريقة كتير أقل لحتى ما يكون السيلين كتير قوي بالدم تيساعد إنه يضخ الدم. وهل هالكلسي اللي عم يلبسوها هي فيها مثل تنتيكلز مثل مجسات هدول خصوصي لحتى تساعد بانه الدم يمشي بالعروق. مساج ماشي ما كايند اوف فينا نقول مساج بطريقه من الطرق لحتى يسهل جرايين الدوره الدمويه. فهون الفكره شوفي انه كمان شوي عم نتطور بعده امور، وهيدي وحده من الامور اللي عاده كان في عندهم مشكله فيها. سو الحل صار كتير سهل كتير قريب، ما بقى رح يكون بعتقد عندهم مشكله. رح اروح لاخر ايتم. اخر ايتم بس هيك خبريه لكل المشاهدين، كل اللي بيستعملوا فتنس ايتمز في يكون بريسلت في يكون في يكون تليفون في يكون تياب ويربلز حيالله شيء تي شيرت كله عنده بيقرا اكزاكتلي سمارت وبيقرا كم ستيب عملنا كم قد ايه كالوريز حرقنا. عملوا تيست عليهم كلهم بذات الوقت مع اكيد اكسلروميتر بيدوميتر ابلكيشن تليفون الفيتبيت جوبون البريسلت النايكي، جربوهم كلهم سوا بنفس الوقت على شخصين بنفس الوقت نفس الاشياء. طلع انه الفرق هو كتير كتير بسيط بين وحده والثانيه. يعني بتعرف سؤال كان انه بيعطونا نفس النتيجه اكزاكتلي الفرق كان كتير يعني برسنتج فحوصات اللابوراتوار ما بيعطونا نفس النتيجه بين اللابوراتوار والثاني. بس هون هلا مش ما كانوا كتير اكوريت قد بعضهم 100% بس انه مش بس النسبه كانت كتير صغيره اكزاكتلي مشان هيك انه شو ما واحد استعمل رح ياخد نتيجة مع برسنتج كتير قليل يعني حوالي 6% الفرق بين ديفايس وتاني أو بين أبليكيشن وتاني. ففينا نستعمل شو ما بدنا من هدول الفتنس الويربلز. تنشوف كريستال يلي ناطرتنا بستوديو فوق مع أخبار جديدة بأوروسكوب. بونجور كريستال. بونجور كاتيا. شو عندك اليوم؟ اليوم رح أخبركم بالأول عن علاقة بتجمع شخصين من برج الدلو.
من برج الدلو اثنيناتهم. اوف فرجينا تنشوف مشكله.